مساء الخير، أنا اسمي ديما سامي الخطيب، أنا من جب جنين من البقاع. بقع العز والأباء وسنبلة الخير والعطاء، بحييكم من قلبي وبتمنى لكم كل الخير ووحدة الصف حتى تحافظوا على وحدة الموقف ومناعة الأداء. من بيروت بحيي الثوار بحمص بحما بدرعة وبكل سوريا. لما دعيت للكلام عن تجربتي مع 14 أذار فرحت وحسيت بالفخر إني حشارك بهيك مناسبة عظيمة على الصعيد الوطني، وبصورة عفوية وقعت عيني على صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على حيط مكتب بيي، وأدركت أنه هالشي واجب وشرف لإلي أنه أوضع تجربتي مع 14 أذار بخدمة الأهداف الشريفة والنبيلة يلي استشهد الرئيس رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز كرمالا. فتسألت بيني وبين نفسي شو بيعني 14 أذار؟ هيدا الرقم، هالرقم صار رمز وطني كبير، صار بيعني الاستقلال الثاني للبنان. ومن 14 أذار الرقم عرفت قديش الوطن غالي وقديش بده جهد ودم ومال حتى نحافظ عليه ونحميه من المعتدين عليه من الخارج ومن الداخل للأسف. بعد 14 أذار صار عندي للحرية معنى، وصار للكرامة الوطنية معنى. وبعد خطاب الرئيس سعد الحريري وتوجهه للشباب حتى يقوموا بدورهم على الصعيد الوطني ازداد إيماني بأنه في أمل للبنان، لبنان الجديد، لبنان العصري، لبنان الحديث، لبنان العز والشرف. هيدا التاريخ بظلم اليوم هالنخبة الخيرة من أبنائه المميزين صار عليه مهمة كبيرة، مهمة بتتلاقى مع تطلعات شعبه مع طموحاتهم. يعني صار لازم نكمل مشروع الدولة، دولة الحرية والسيادة والاستقلال، دولة القانون والعدالة، دولة بتحمي الجميع وكرامة الجميع وتاريخ الجميع، دولة بينما فيها مناخ السلام، السلام يلي نحن بدنا إياه، السلام المشرف، السلام العادل. عطول منسمع الناس بيقولوا والشعوب، الشعب بده، الشعب يريد، ونحن الشعب. نحن بدنا من 14 أذار دولة تخلق فرص للشباب لتمنع هجرة الأدمغة من لبنان. بد ما توقف مشاريعنا كل ما اختلف وزير مع زميله، وما يقطعوا الكهرباء ويقتحموا المطار لأنه أحد المسؤولين حرد قام شل البلد. بدنا من 14 أذار دولة يكون فيها حوار حضاري بعيد عن لغة التهديد والتخوين والمرجلة. بدنا دولة تأملنا على القليلة باسبور نشوف حالنا فيه، وما نروح نتبهدل على بواب السفرات وبالمطارات نتفتش لأنه مصنفين على لائحة الإرهاب. بدنا من 14 أذار دولة بتشتغل ضد الحرب وبتصر على أنه ما يرجع لبنان ساحة حرب للآخرين. بدنا لو الدولة تتقدر فيها الكفاءة والموهبة مش الواسطة والرشوة، دولة لا طائفية، دولة لا مذهبية. وأخيراً بدنا دولة يكون فيها وزراء بيحترموا القانون مثلهم مثل غيرهم ومنهم أعلى من أي مواطن تاني. هالطلبات بالبيت المتحضرة مفروض تكون تحصيل حاصل، بس للأسف نحن ببلدنا عم نطالب فيها.
وبتمنى أنه هالأمنيات ما تبقى حلم أو سراب بعيوننا. بمناسبة إطلالة عيد الأم بتمنى عليكم تضموا صوتكم لصوتي تنحيي كل أم وكل أخت وكل مرة ناضلت وما زالت تناضل من أجل حريتها وحقوقها واستقلالها. عشتم، عاشت قوى 14 أذار، وعاش لبنان.